يصلون أطفالاً وسرعان ما يتحولون آلات للقتل. قد يدفعهم من هم أكبر سناً، لكن في غالبية الأوقات يأتون من تلقاء أنفسهم، يأتون للقتال من أجل عائلتهم وبلادهم سوريا، هكذا يقولون أو يعلمون أن يقولوا. مديان أبو القعقاع ابن 12 عاماً واحد من هؤلاء الأطفال السوريين، انضم من تلقاء نفسه إلى صفوف المقاتلين بعد مقتل والده في إحدى معارك الضواحي الجنوبية من إدلب. مديان الذي يتقن القنص وإطلاق قذائف الهون يفضل أن يكون قناصاً، وهو ما يقوم به في معسكر وادي الضيف في المنطقة الشرقية من معرة النعمان. بالنهار بطلع بقنص هون عساكر، أوقات بقنص واحد واثنين وأوقات ما بقنص. ما شعوري ما في شيء، عادي. قتلت أول عسكري على هاي الجبهة، وقت اللي قتلته عادي حسيت عادي، صرت قنص أول واحد بعدين صرت قنص اثنين وثلاثة وتعودت على هالشغلة إنه القنص. كيف لا والأطفال هم أفضل جنود على حد تعبير أحد العسكريين الراشدين، تأمر فيطيعون، الأطفال لا يشككون بشيء. بالنسبة إلى مديان، الثورة التي افتدى والده نفسه في سبيلها ستنتصر. الثورة بإذن الله بدنا نتم مكملين لحتى ننتصر أو نستشهد، وهي هو بدنا نتم إن شاء الله ليل ونهار لحتى نشيل هالطواغي. شراسة الحرب أي حرب وفظاعتها لا تكمن في تخريب معالم المدن فقط، بل إن بشاعتها المدمرة تكمن في تخريب النفوس وإفساد أجيال برمتها.